عز وجل في القرآن ذكر 20 نوع من أنواع القلوب. 20 نوع من أنواع إيش؟ قلوب. القلوب اللي هي في أحد يذكر منها شيء؟ قلب الصالح. إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم. إيش في كمان؟ قلب الخاشع. قلب الخاشع إيش؟ قلوب لهم قلوب لا يفقهون بها. والله موجودة هي طبعًا هنا كل العشرين يعني بس أنا أتذكر منها أربعة. القلوب العمياء. أيوة. القلوب العمياء. القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم. أيوة. الأعمى. في القلب المنيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قلب السليم. قلب السليم. إيش في كمان؟ قلب السليم. في القلب. في والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وجلة هذا القلب إيش؟ الخائف. القلب الوجل أو الخائف. إيش كمان؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم قلناها في البداية. قلناها. إيش؟ في القلب المطمئن إيش إيش؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إيش كمان؟ القلب الأعمى. القلب الأعمى إيش؟ لهم قلوب لا. فإنها لا تعمل أبصار. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم القلب الأعمى. إيش كمان؟ في القلب اللاهي. صح. إيش الدليل؟ قلوب الله عز وجل يقول لاهية قلوب. لاهية قلوب. وأسر النجوى. القلب الخاشع. والله يا أخي سبحان الله كل والقلوب القلب المتكبر. طبعا هذه كلها أنواع حديكم في 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 الملخص أبغاكم تحفظوها كلها لأن هذا السؤال حق عدد. في أكثر من كده تغشيش؟ هذا السؤال حق عدد بس بقول لكم شيء أبرجع للموضوع اللي قالوا الزعزعي أبرجع للموضوع اللي قالوا إيش قالوا الزعزعي في يقولوا في آخر 10 سنوات ترى قاعدين يتكلموا عن شيء اسمه